وصفة شامي اسمها المنزلة الشامي، عبارة عن بتنجان، طحينة، زبادي، بهارات، بصل، لحمة مفرومة، ثوم مفروم، طماطم متقطعة اربع. طيب البتنجان بيبقى كده في الاول، وبعدين بنغسله كويس. انا بس يعني في حاجات بسيطة كده مش بحب اضيع الحلقة عليها. بنغسله كويس وايه، وبنقشره بالطريقة دي وايه، نعملها كده اهو. عايز اقول لكم السكينة اسهل كده. خلاص نسيب حتة كده ونعملها كده اهو، بتدي منظر حلو قوي. خلاص نسيب حتة ونعملها كده اهو. اوكي خلاص. وبنجيب زيت غزير جدا ونقليها بس كده، بنقليها كده زي ما بنقلي طرنجات البتنجان، بنقليها كده زي ما هي. لما نقليها بتطلع بالمنظر ده، بصوا تطلع عامله ازاي، تطلع بالمنظر ده. طيب اول بقى حاجه هنعملها، هجيب اللحمه واحطها هنا كده كده اهو، ومعاها البصله كده اهو، ومعلقة البهارات والملح والفلفل الأسود، ونقلبها كده كويس جدا لحد ما ايه تتعصج. ما بتاخدش 10 دقايق على النار. اغطيها بس كده ونبتدي نعمل بقى كده. اول حاجة نجيب المرقة، خلاص نجيب المرقة هنا كده، كده اهو، ونحط صلصة الطماطم هنا كده، بس بنسيبها بس ايه تسخن كده وتتدفى شوية. خلاص هنا بقى هنعمل ايه، هنجيب هنا زبادي مع معلقة تومة مع طحينة، طحينة كده زي ما هي خام ولا اتعمل فيها اي حاجة، يبقى زبادي وتوم وطحينة، ونقلبهم كده كويس قوي مع بعض. وايه بتتحط في التلاجة لحد وقت التقديم. احط لها بس ايه ملح وفلفل، واجيب طبق الطماطم، وابتدي افتح كده البتنجان من النص، بس طبعا مش لحد الاخر، خلاص نعمله كده زي المركب، نفتح ده كده من النص اهو. بصوا بصراحه كل ما تكون البتنجانيه اصغر كل ما تكون احلى، بس احنا ده اللي لقيناه يعني كل ما تكون اصغر كل ما تكون احلى. نفتحها كده زي المركب، ماشي اهو. ابتدي بقى اجيب كده اللحمه اللي انا عصقتها، احطها كده ايه في النص اهو، واقوم جايبه الطماطم اعملها كده واحطها كده اهو، وابتدي احط صوص الطماطم كده كده كده، واحطه في الفرن.